منجز السابع من الإخباريات السورية. مساء أوقع سلاح الجو السوري والروسي عشرات القتلى والمصابين من الإرهابيين ودمر لهم عربات محملة برشاشات ثقيلة باستهداف مقرات وتجمعات لهم في مناطق عدة بريفي إدلب وحما. ودمر الطيران الحربي السوري والروسي 4 مقرات لمقرات قيادة و3 عربات مفخخة وعشرات العربات المسطحة وقضى على أعداد من الإرهابيين من ضمنهم متزعمون في سلسلة ضربات جوية مركزة جنوب حلب. واستهدف الطيران الحربي السوري تجمعات ونقاط لانتشار الإرهابيين في سوق الجبس شرق الراشدين والشرفة والراموسة في المحور الجنوبي الغربي لمدينة حلب. ارتقى شهيد وأصيب 19 مواطنا بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والطلقات المتفجرة على أحياء الحمدانية وصلاح الدين والأعظمية في مدينة حلب. ومن بين الجرحى 5 مواطنين من عائلة واحدة حالة بعضهم خطيرة، حيث أطلق إرهابيون قذيفة صاروخية سقطت على منزلهم في حي الحمدانية. تصدت وحدة من الجيش بالتعاون مع وحدات الدفاع الشعبية لاعتداءات جبهة النصرة الإرهابية على قرية كباسين بريف السلامية وأعادت الأمن إليها. وفي درع البلد قضت وحدة من الجيش على عدد من الإرهابيين ودمرت سيارة بمن فيها بحي العباسين. ومن بين القتلى الإرهابي هاني أبو نبوتة، كما دمرت وحدة من الجيش تحصينات للتنظيمات الإرهابية في درع المحطة ومقرا وعددا من الآليات شرق مبنى البريد بدرع البلد. قال وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو إن محادثات الرئيسين رجب أردوغان وفلاديمير بوتين نجحت في التوصل إلى اتفاق بشأن قيام آلية مشتركة لدعم الحل السياسي للأزمة في سوريا. ووصف جاويش أوغلو مباحثات أردوغان وبوتين بالمهمة، قائلا إن الطرفين اتفقا على ضرورة المعالجة المشتركة للأزمة في سوريا وإيجاد حل سياسي لها، لكنه أشار إلى استمرار الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين حول سبل تسوية الأزمة. استشهد فلسطيني مسن إثر دهسه بدراجة نارية يقودها مستوطن قرب قرية دوما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، كما استشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. واستشهد فلسطيني ثالث متأثرا بإصابته بحالة اختناق جراء استنشاقه غازا مسيلا للدموع أطلقه الاحتلال عند مدخل حاجز قلنديا. في خبرنا الأخير، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج أن بلاده ليست بحاجة لقوات أجنبية على أراضيها للمساعدة في قتال تنظيم داعش. وأوضح السراج أن حكومته طالبت فقط بضربات جوية أمريكية، مؤكدا ضرورة أن تكون بالتعاون مع الحكومة، مشددا على أن بإمكان الجنود الليبيين إنجاز المهمة وحدهم. نهاية الموجز، شكرا لحسن المتابعة، بأمان الله.